قال: والماء إذا غلب على النجاسة ولم يظهر فيه شيء منها فقد طهرها، وأنه لا يضر ممازجة الماء لها إذا غلب عليها. ما معنى هذا الكلام وما هو دليله؟ تفضل. الماء مطهر للنجاسة إن غلب عليها وزال بأثرها. نعم، فإذا هذا الماء الذي يلاقي النجاسة إذا أذهب معالمها فقد حصلت الطهارة. فإذا هذا أصل من أصول أبواب الطهارة، أن الماء مطهر لغيره إذا أزال معالم النجاسة. قال ابن بطال، قال ابن القصار، وابن القصار طبعا من فقهاء المالكية المشهورين المعروفين، قال ابن القصار وهو من المتقدمين، ومبحث من كتب، من أول من كتب في الأصول، أهم الشافعية أم المالكية؟ لأن ابن القصار له كتاب في الأصول وهو مطبوع، فبالتالي الإمام الشافعي صاحب الرسالة وابن القصار صاحب هذه المذكرة، فهذا إن دل على السبق والتسابق بين الفقهاء في هذا العلم. قال ابن القصار: قد تقرر أن الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير، فكذلك يجب إذا وردت النجاسة على الماء لا ينجس إلا إن تغير، إذا فرق بين الموضعين. ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. ما الماء إذا خرقت النجاسة لا ينجس حتى يتغير طعمه؟ لا. تفضل. قال إنه من المتفق أن الماء إذا ألقي على النجاسة أنه لا ينجس إلا إذا تغير، فكذلك إذا أتت النجاسة على الماء أيضا لا ينجس إلا في حال التغير. نعم، فإذا هو يشير إلى الخلاف الذي هو مذكور في كتب الفقه في باب الطهارة، أنهم يفرقون بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على النجاسة، فقوله قوي أنه العبرة الثمرة، فمن أقبل على الثاني فهذا ليس هو المعتبر، وإنما المعتبر الخلاصة، المعتبر الخلاصة. هذه الخلاصة المتبقية هل غيرت أم لم تغير؟ وهذا قول قوي.